من أجل مدنية الدولة وحماية سيادتها الوطنية مع دول الجوار والعالم الخارجي، اختارت هذه النخبة بأن يكون الحوار ليبيا صرفا على تراب الدولة الليبية ودون ما تدخل أي جهات أخرى في شأنها الداخلي. الحوارات اللي صارت خارج الدولة الليبية غلط، في هنا ناس ذات قدرة وذات علم وليهم سيادة على أرض الواقع، المفروض تحاوروا معاهم. بعدين اللي تحاوروا معاه كان في يوم أيامات جاي غازي، يعني أي على أي تحاورات بتصير حاليا في على أرض خارج الدولة الليبية. باستثناء ذلك طالبوا أيضا بإقحام الشباب في مرحلة البناء القادمة، وبأنهم ليسوا وقود حرب تستغل لتحقيق مصالح فردية وحسب، بل أنهم سيكونون جزءا لا يتجزأ في إرساء قواعد الدولة الحديثة. إدماج الشباب الليبي داخل مؤسسات الدولة، وثاني نقطة اللي هي إعداد دورات تأهيلية سواء كانت فكرية أو نفسية أو جسدية للشباب المدافعين على العاصمة الليبية طرابلس وإدماجهم داخل مؤسسات الدولة. جملة من التصورات التي طرحت في هذا المؤتمر تؤكد على شرعية دستورية تستمد ذلك من انتخابات حرة ونزيهة من أجل تحقيق العدالة والواجبات بين أبناء الوطن الواحد. وسام الزواغي لقناة ليبيا بانوراما طرابلس.